أمي مولى لغدي يا الله وسمي ولدي يا الله أنا أمي ما وش حال البيت يا الله الغربة وتبراني تعلم راسكم جيل معايا واحد الروح الحضيض والله الا تفصيل تبع جيل الروح مازال الثاني احنا
السيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة إسكان سي راشيد العيفي. والله صراحة كجبنوا بكم وعليكم لأول مرة في تاريخ ديال الجماعة كيما عندنا رئيس قدوس زويون وكيتواصل ومن قبل ما نصفوا على بحرارة خدم معنا سي راشيد العيفي طريق هذا رئيس المجلس الجماعي لمدينة إسكان وكذلك حتى هو واحد من الناس اللي ساهموا كثيرا في إنجاح هذا النشاط. سي راشيد العيفي كندويو على السي عبد القادر شكرا سي عمري طلب حال غادي نسلمو كلمة السي راشد العيفي طلب حال هذا I'm gonna make you mine.
سوف نتحدث عن هذا المكان الذي يجعل هذا المكان 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 يجعل هذا المكان